واش نقولوا المشاهدين امي؟ نقولوا لهم موعدنا يجد بكم في حصه اخرى، ونقول لكم دمتم اوفياء لبرامجنا، والسلام. سلام. ربي يطول في عمركم في عمر القناة إن شاء الله، دائما تكونوا معنا. ربي يخليكم كل وردة إن شاء الله، ويخلي القناة سميرة كل وردة، يعني جسوي إيمي يعطيكم الصحة، ربي يحفظكم. جنود الخفاء كذلك، لي كاميرامان يعني عندهم جهد كبير، المخرجين المخرجة كلها يعطيك الصحة، وفريمون ساما فريمون توشي. يعطيك الصحة. ميرسي ميرسي، ربي يحفظكم. نقسموا الكاطو، ما قسمتي الكاطو. ايه شنو الكاطو؟ موس قسمت. اوعى. كل عام وانت بخير ان شاء الله. ميرسي. ان شاء الله. ان شاء الله في حياة وليداتك وزوجك. امين. وحياتنا كاع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا. بنتي نجوى العزيزة، عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت بألف خير وسعادة تامة وصحة جيدة إن شاء الله. أمين. شكرا. أطلب من الله عز وجل أن يطول في عمرك ويجعلك دائما وأبدا في الطليعة في القمة. أمين. أنت البنت اللطيفة والحنونة مع الوالدين، والأم الطيبة والحنونة والصديقة لأولادك. أرجو لك التوفيق والمزيد من الفوز في كل أعمالك المسطلة إن شاء الله. شكرا. ربي يخليك لنا ويخليك دائما بقربنا إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. أمين. ربي يحفظك أبدا. سلام عليك. ولا لا بكيتوني. يعني مفاجأة ما كنتش نستنى فيها، يعطيكم الصحة. قدر الاب تاعي العزيز، ربي يحفظك، الام تاعي ربي يحفظهم يعطيهم صحتهم ان شاء الله، ان شاء الله ديما ملمومين، يعني كل العائلات ان شاء الله دائما هكا من لمه في الفرح، ان شاء الله دائما الفرح والسعاده يا رب العالمين. الله لا يشوفنا شر يا رب العالمين. مع السلامه. كيتوني. هيا دوك نفرحوا ونقسموا الكاطو.